متحمس كثير. يلا ان شاء الله ليله من العمر اليوم بدنا نولعها. هاي وليد، هاي واضح. ايه عملنا غنيه جديده هلا نزلناها، انت حلم. الحمد لله عم يوصل لي كثير كومنتس حلوه صراحه. مبسوط برده فعل الناس، وان شاء الله هيك مع الوقت بعد بيعرفوها اكثر. هلا النهار نازله، فان شاء الله مع الوقت هيك بتبين اكثر وبتعمل شيء هالغنيه لانه حلوه بحبها يعني. بدي حلم منه ما بدي فيه، باقي معك وقلبك اعز رفيق. ما بحس هذا عصر البومز هلا، يعني صارت غير ايام قبل. قبل كان ايام كاسات والسي دي وهيك، هلا على السوشيال ميديا بتحس الالبوم بطل ياخذ حقه مثل ايام زمان. هي البدايه كانت الاساس حلوه، بس لما اكون على المسرح مع ابو الوليد غير ما اكون على المسرح لحالي. بتحس مسؤوليه انه واقف حدك تاريخ، يعني انسى انه هو بي فنان وصار له 30 سنه يعني بيطلع على مسارح وهيك، ففي بتعرفي في يعني في له هيك رهشته. في كثير اغاني، مش غنيه واحده، في كثير اغاني له بحبها، كل اغاني ثلاث ارباع اغاني بحبها. وحب لعينك ما ينقاس يا ساكن قلبي وبالي، هي طيور بالعالي حنه على حالي. رح اقول لك شغله، عندها على السوشيال ميديا يعني في من كل دول العالم العربيه اذا بدك فانز وفولورز، فما في حدا معين. يعني انا بغني كل الالوان، واكثريه الاشياء اللي بغنيها مفهومه بكل الدول العربيه، يعني ما بغني شيء مخصص. فمشان هيك انا يعني اذا بدك شوي انتشرت. كون نصير انا وياك نجمة بالسما وغيم انسى. الحمد لله كل يوم حلو، الف الحمد لله على كل شيء، وكثر خير الله دايما. روق شوي بالبرسوناليتي، انه روق اهدى كثير هيك، عندي طاقه هيك محمس. مره كانوا عم يقدموني بحفله بامريكا ولقبوني عنه، عم يقدموني برنس الحلانيه. كان مهضوم. ما عندي خوف، ما بخاف الا من ربي. ما بخاف من بكره. انا انسان اذا بدك قلبي قوي بالحياه، يعني ما بعتل هم. كثير مسارح، في مسرح قلعة بعلبك بلبنان اول شغله، في كارتاج، في موازين، في جرش، في الاوبرا بمصر، في كثير مسارح اكيد هدفنا نوصل لها، بس بدها وقت. يعني هيدي ان شاء الله بنحقق هالاحلام، انه بحبكم قد الدنيا وهي بوصل لكم. ثانك يو. هي طيور بالعالي حنه على حالي، هي طيور بالعالي حنه على حالي.